سمع عبد العال المدير التنفيذي والمشرف العام لمجمع التحرير. يوم السبت بالليل فوجئنا في حوالي الساعة 5 الفجر كده إن في تشاورات إن هم عايزين يقفلوا بعض الثوار اللي في الميدان، عايزين يقفلوا مجمع التحرير. طبعا شاورنا معاهم وبتاع، فهم صمموا وقفلوا، جابوا أسلاك وحديد وقفلوا باب المجمع من الخارج. طبعا احنا ما نقدرش فاتحين الباب، انما ما فيش حد بيقدر يخش المجمع، يخش ازاي وفي اسلاك شائكه وفي مصدات حديديه. امبارح طبعا كان في متشاورات، نائب المحافظ المنطقه الغربيه اتشاور مع الناس اللي هم معتصمين باتصالات تليفونيا، وتم الاتفاق على اساس ان النهارده المجمع يفتح. النهارده الحمد لله فتحنا المجمع، وجميع الادارات في المجمع شغاله النهارده. علي محمود الكواري مواسم في الرابع القرن، كنت بسلم شغل هنا في الدور التاسع، المفروض تسلم من 5 ايام، كل ما نيجي ده المجمع مقفول، الموضوع كده غلط، ما ينفعش، مصالح الناس متعطله، عندك حي بلاق بيته مهدود وعايز ياخد بياض مصلحه هنا، نيجي ده المكان مقفول. لان المجمع مش شامل مثلا مصلحه واحده، لا هو شامل يعني كذا مصلحه، يعني والاربع ايام اللي هو كان مغلق فيهم يعني الناس كلها يعني او يعتبر يعني معظم الناس مصالحها كلها يعني كان في معاناه، يعني لان كل يوم نيجي نلاقيه مغلق. يعني انا بالنسبه لي مثلا المفروض اسافر يوم الاحد، كل يوم كنت اجي عشان اعمل مثلا ورقه عشان اسافر، ومع ذلك الاقيه مغلق. فالحمد لله ان هو يعني الحمد لله يعني الامور تيسرت الحمد لله، والامور رجعت زي ما الاول يعني.